نروح مع حضراتكم لأهم عناوين حلقة النهاردة، والبداية مع النادي الأهلي. الأهلي بيختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سموحة. سيد عبد الحفيظ يعلن غياب بدر بنون عن مباراة الأهلي وسموحة. والأهلي يبدأ إجراءات السفر للمغرب لخوض نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز. اتحاد الكرة يكشف عن المباريات التي سيخوضها النادي الأهلي بدون لاعبي المنتخب الأولمبي. وعلي زين: انتقالي لبرشلونة حلم وأتمنى أن نفوز بدوري الأبطال مرة أخرى. الصحف الإيطالية: لوكاكو يستسلم أمام الأتسوري المذهل في معركة ميونخ.